بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلبة المحترمين نواصل معا اليوم شرح مساق العلاج الأسري والزواجي ومحاضرتنا اليوم شيقة جدا لأنها تتناول موضوع اجتماعي سائد ومنتشر ويهم شريحة الشباب وخاصة أنكم إن شاء الله بعد الجامعة مقبلون على الزواج نشوف مع بعض الـ Learning Outcomes أو النتائج المتوقعة والمرجوة في نهاية هذه المحاضرة وأهداف هذه المحاضرة At the end of this lecture the student will be able to في نهاية هذا هذه المحاضرة بإذن الله ستكونوا قادرين على أولا know the forming of couple stage هناخذ مع بعض مراحل تكوين الأسرة والزوجين وبداية تكوين الأسرة وما هي الخطوات المتبعة. know the marriage stage of family life cycle نمرة ثلاثة name the type of married couple هنشوف الأنواع أنواع الأسر وأنواع اللي هو المتزوجين الأنماط الموجودة know about families with children هنشوف مرحلة انه اثناء وجود الاطفال ايش المشاكل اللي هتواجههم وايش الاستعدادات وايش الحلول define the meaning of the term parenting rule يقوموا فيها الازواج وما هي الادوار وكيف يؤدي كل منهم دوره forming a couple stage او الانجيجمنت الارتباط هي من المراحل الشيقة والهامة في دورة حياة الأسرة forming a couple stage اللي هي في المرحلة درسنا مع بعض في الدرس السابق اللي هي دورة حياة الأسرة وهنشوف مع بعض في المرحلة الثالثة إيش اللي حيصير in the third stage of the family life cycle model the principal tasks are those associated with selected selecting a partner and deciding to marry or cohabit اللي هو يعني طبعا المرحله الثالثه من المراحل الهامه في الاسره في دوره حياه الاسره وبكون الاحتياج الرئيسي والهدف الرئيسي فيها هو اختيار شريك الحياه وقرار الزواج وهذه مرحله حساسه ومرحلة دقيقة في حياة الشاب والفتاة وفي حياة الأسرة ككل كيف يختاروا اللي هي عروسة لابنهم وكيف الشاب الصفات ياخدها والتشابه بينهم بين عائلته وبين عائلتها وعلى المقاييس اللي هو بده يا. فهذه مرحلة دقيقة وحساسة طيب إيش إيش الكوهبت ليش ذكرناها يعني هنا الزواج عرفينه لكن الكوهابت بيحدث هذا في بلاد أجنبية ومش عندنا في البلاد العربية إنهم بيتعايشوا مع بعض وبكون بينهم معاشرة وتعايش وتآلف وبتفقوا إنه مش زواج وإنما هي مرحلة بدنا نسكن مع بعض في بيت واحد ونشوف تقبلنا لبعض وانسجامنا مع بعض فبسموها اللي هي الكوهابت. أنه بيعيشوا مع بعض ممكن تكون أشهر ممكن سنة ممكن فترة أطول تحضيرا للزواج ففي الحالة هذه لازم ينذكر لأنه يحدث في العالم إحنا نتكلم الدراسة تتناول له ما يحدث في العالم ككل وليس في بلادنا العربية وبلادنا الإسلامية إذا in the following discussion The term marriage is used to cover both traditional marriage or the more modern arrangement of long term cohabitation. إنه زي ما حكيت لكم أسلفت الذكر في بلاد أخرى هم بيحكوا إنه بدنا نتعايش مع بعض قد يكون سنة وسنوات بدون ما يحدث زواج بينهم وقد ينتهي هذا التعايش وهذه المعاشره والمعيشه المشتركه تحت سقف واحد عندهم بالزواج او الفراق و يعني يبتعدوا عن بعض لانه ما انسجموش مع بعض انه يجربوا بعض ما قبل الزواج هذا لا يحدث عندنا طبعا احنا عارفين انه احنا ناس نتمسك بالدين والعادات والتقاليد وهذا الشيء لا يحدث في بلادنا ولكن يجب ذكره حتى تتعرف عليه لأنك لا تعلم بعد تخرجك إن شاء الله أين ستعمل وفي أي بلد ستعمل قد يكون حظك في بلاد أجنبية الزواج التقليدي اللي هو عارفينه يبدأ عندنا باختيار العروسة والزوجة ثم الخطبة والتسلسل اللي نتكلم فيه آدم جونز وهو أحد الباحثين المتعمقين في هذا المجال وله آراؤه views math selection as a complex process that involves four stages as follows يعني قسم اختيار الشريك اعتبروا من الأشياء الصعبة والهامة في حياة الإنسان سواء من طرف الشاب أو الفتاة وسواء كان زواج تقليدي او كان زواج زي ما حكينا مش معايش هاي اللي هو الكوهابت يعتبر هذا من من اصعب الاشياء والاشياء المعقده كيف يتم الاختيار وقسم عمليه الاختيار الى اربع مراحل هنستعرضها مع بعض للاطلاع هنشوف مع بعض الاربع مراحل التي يتم عن طريقها الاختيار للشريك سواء الفتاه تختار او الشاب يختار لكن قبل ما نشرح هذه السلايد حابة اسالكم سؤال وتفكروا فيه للحظه ما هي المعايير والصفات التي تحب توفرها في الزوجه وفي نفس الوقت للفتاة ما هي المعايير التي تحبي أن تتوفر في زوج المستقبل لو سكتنا لحظة ننتظر إجاباتكم طيب وجه آخر للسؤال إيش اللي أم العريس بتحكي أول حاجة بدنا واحدة من توبنا يما بدنا واحدة تكون تناسبنا زينا زيها طباعها زي طباعنا إيه تكون إحنا مش مختلف عنا هذا الاشي هو اللي راح نحكي فيه في هذه الصفات ف in the first stage المرحلة الاولى اللي بدأ يتم الاختيار فيها partners are selected from among those available for interaction يعني المرحلة الاولى التي يتم من الاختيار وهذا فعلا بصير في مجتمعنا اول ما ببحثوا من اللي حواليهم على عروسه اللي هم ايش؟ البنات المتوفرات بنت عمك بنت عمتك بنت خالتك بنت الجيران ايش رايك في هذا؟ يعني بحاولوا يأخذوا من وسطهم ومن توبهم. اذا اللي هو من ايش؟ الافيلبل فور for interaction هم بتفاعلوا البنات اللي حواليهم بتعاملوا معهم. at this stage people select maths. who are physically attractive ها سألتكم السؤال إيش الصفات وإيش الحجة بتروح تدور على مين أول أول حاجة بتدور على إيش physically attractive إنه بدوروا على الشكل العام الجاذب الله شكله حلو العروسة شكلها حلو وجذابة and similar to themselves in in في إيش بتشبههم in interest intelligent ال اند and other valued behaviors and attributes. ايش معنى يعني هالكلام معناته اول ما بدوره تخيلوا الحجة بدها تخطب لابنها ايش بتسوي اول حاجة بدها تدور على شريكة حياته بتروح بتدور اختيار الشريك بصفات اول حاجة تكون ايش مناسبة جسديا ويعني جميلة آه الشعر الشكل الوجه المواصفات صفات الأسرة وبعدين تكون إنها بتشبههم في الاهتمامات والذكاء يعني إيش مثلا هم متدينين بدهم متدينة هم ناس منفتحين بدهم مش إنه واحدة تكون متشددة إنه ذكية شاطرة في المدرسة والمبادئ والسلوك والتشابه هذه المرحلة الأولى اللي احنا عشان ما نتهش نتكلم ايش في مراحل الاربع مراحل اللي بتم فيها اختيار الشريك وحكينا عنها انها معقدة في الاختيار وصعبة ومرحلة حساسة سواء في حياة الشاب او الفتاة طيب المرحلة الثانية ايش بصير فيها في المرحلة الثانية نشوف مع بعض in the, the second phase there is a comparison of values that are mentioned mentioned before. آه هنا المرحلة الثانية بعد ما خدنا شوفنا الشكل والعائل والكذا بدهم يعملوا مقارنة في القيم وفي الأخلاق والتشابه وهل هي بنت عيلة وهي أصل وفصل ومربية والشغلات هذه دوروا عليها وهذا هو اللي بصير في مجتمعنا في الزواج التقليدي

the cost of separation begin to outweigh the difficulties and tensions associated with staying together. يعني هذا الكلام عشان نوضحه بدنا نحكي الامباثي هام جدا الامباثي اللي هو ايش التفهم وفهم اه الطرف الاخر تفهم كل من الطرفين للآخر وتفهم للعواطف ولا لعواطفه، اللي هو تبادل الاحترام هام جداً، لأنه إذا كان هناك تفهم للمشاعر وتقدير من كلا الطرفين تستمر العلاقة، أما إذا كان هناك جفاء وخشونة وتجاهل للمشاعر أو حب السادية والسيطرة غالباً يؤدي ذلك لتوتر وصعوبات وقد يؤدي للانفصال خاصة إذا كان كل واحد منهم متشدد ومش فاهم الآخر وهنا علينا أن نشرح له الفرق بين الإمبثي اللي هي مذكورة عندكم هنا والسيمبثي إمبثي إمبثي ان انه انت تتفهم مشاعر الطرف الاخر وتعرف ماذا يشعر سواء شعور الم او حزن او غضب ولكن دون ان تتقمص هذه المشاعر وتنتقل اليك وهذا شيء جيد وايجابي انه نفهم الزوجة لو فهمت انه اه والله زوجي جاي تعبان وحزين من العمل. كويس إنها فهمت الكلام هذا لكن فهي بتعمل يا ابن الحلال طول بالك مش هيك أي ما الشغل خلص إنت في الدار خلينا نبسط تبدأ تعامله بطريقة إنه هي فاهمة مشاعر وفاهمة ما يشعر وهذا الشيء جيد بتعرف تخفف عنه هذا يسمى إيش إمبثي إنك تفهم مشاعر الآخر بينما السيمبثي سيمبثتك إنه إنت إنه الزوجة تشعر بالزوج. انه جاي زعلان وحزين من الشغل وفجأة تصير هي تعيط وتتنكد وكأنه هي اللي حدث معها الحدث وهذا شيء غلط خاصة بالنسبة لكم انتو يا من ستعملون في هذا المجال عندما ترى مثلا جاي لك حالة او مريض والمريض هذا عنده لسه مع ست معها سرطان وحالتها تعبانة و ومتألمة وولادها سيبان في الدار تروح انت تحزن وتتعاطف وتصير تبكي ومش عارف تشتغل معها ما بنفعش بتكون انت سيمباثي كده او سنبثتك انت لازم تكون امباثي تتفهم انه هذا انت السرطان مسبب الحزن والاكتئاب وكذا وولادها بيعانوا وعليك العمل على حل مشكلتها وليس انك تتقمص مشاعرها هذا لا يفيد ولن ينفعها فهذا كأيضا بين الزوجين نتكلم إنه بيبدو هم يفحصوا هل هو متفهم كيف والله خطيبك؟ آه والله إنه متفهم وعنده ب... عنده ذوق إحنا بنحكي إنه من حد ما شاف إنه إحنا محتاجين كذا لحاله عرض المساعدة وكذا إذا هو متفهم، فهذا التفهم شيء رائع وشيء مفيد ويؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية أو المعايشة حسب الأجانب، بينما الأشخاص الأنانية والذين. يصرون على رأيهم دون تفهم الطرف الأخر ويتجاهلونه ويكون عندهم جفاء وقسوة غالبا ما يحدث فراق ويحدث انفصال المرحلة الرابعة من مراحل اختيار الشريك أو الزوج أو الزوجة والزوجة اللي هي ايش؟ in the fourth and final phase A decision is made about long term compatibility and commitment. If a positive decision is reached about both of these issues, then marriage or long term cohabitation may occur when partners come together. They are effectively bringing two family traditions together. and setting the stage of the integration of this tradition. هذه المرحلة من المراحل الهامة جدا والتي يجب أن نتحدث فيها. المرحلة الرابعة من مراحل اختيار شريك الحياة اللي هي يتم فيها الارتباط سواء بالزواج حسب الزواج التقليدي وعقد القران والافراح والليالي الملاح او عند الاجانب اللي هي التعايش وانهم يتعايشوا لفترة اطول والهام في هذه المرحلة اللي هو يتم دمج العادات والتقاليد ويجب التكيف وتعديل العادات لما بيجتمعوا الزوج والزوجة بيتزوجوا او بصير تعايش هنا لاحظوا يا جماعة انه إذا هدول إذا ما كانش بينهم توافق في العادات والتقاليد والصفات والطباع قد يحدث تنافر طيب إذا كانوا من مجتمعين مختلفين بتصير يعني صعب جدا إنه التناسب والتوافق إلا في إيش إذا حاولنا ندمج هذه العادات ونطلع بشيء بموافقة الزوجين والطرفين حتى يتمكنوا من العيش ويعملوا لهم قانون في البيت معدل خليني أضرب مثل عليها إذا بتسمحوا عشان توضح لكم أكثر يعني نفترض إحنا شاب من عندنا من بلادنا من فلسطين من جباليا أو من خنيونس تزوج فتاة روسية أو سويدية أو نرويجية زي ما بنشوف الان عاداتها وتقاليدها تختلف عنا وعن مجتمعنا وهو بصفات تختلف يعني هي مثلا متعوده منفتحه بتطلع زي ما بدها معاملتها مع الاب والام لهم ابوه وامه مع اسرته انه من عاداته أنه انا بحترم لكن مش مستعد اخدم أبو أمه او مش مستعد انا اخوه له سلطه علي او سيطره بينما في مجتمعنا العادات والتقاليد انه الزوجه علي انه تحترم وتطيع السلف او الحما والحما لانه عائلاتنا ممتده ولهم السلطه ولهم الكلمه العليا الحما والحما فهي اندمجوا هنا ايش خدوا بالكم ما تتهوش خليكم مركزين اندمجوا هنا تقاليد مختلفة وعادات مختلفة يا إما الزوج والزوجة بطلعوا قانون بينهم وتقليد جديد وبيعملوا موديفيكيشن وادجستمنت لعاداتهم انه هي الزوجه بتتعود اه حماية هذا معناته شخص هام جدا ولازم انا احترمه او اساعده حتى لو مرض واجبي اني اقدم له الخدمه زي مش زي ما هي في بلده والا ستؤدي الى مشاكل وعواقب وخيمه وقد يكون انفصال وهذا تحدي ومن اخطر التحديات المثل هذا بتهيأ لي لكم يعني ايش المقصود في هذه الشريحة او سلايدز وبيانت لكم انه لازم عملية الدم تتم تتم ويصير موديفيكيشن وادجستمنت وإلا هتكون هناك عواقب وخيمة وقد يكون انفصال عرفنا المراحل الأربعة لاختيار شريكة الحياة وعلت الأفراح والليالي الملاح وتجوز وطبعا نشوف بعد الزواج إيش صار بعد الزواج هنيجي لقيت لمرحلة إيش اللي هي المرحلة الرابعة في دورة حياة الأسرة أو نموذج دورة حياة الأسرة In the fourth stage of the family life model هذه نقطة جديدة خلصنا من أربع مراحل ما وش خليكم مركزين معايا الفورث ستيج اللي هي في دورة حياة الأسرة اللي درسناها المرحلة الرابعة إيش اللي هي the childless couple must develop routine for living together that are based on a realistic appraisal of the other's strength, weakness, and idiosyncrasies. هذه بنحكي بعد ما تجوزوا إيش لازم يسووا الزوجين إيش مرحلة اللي هي شهر العسل وما فترة ما قبل ما قبل اللي هي الإنجاب يعني المقصود فيها فترة ما قبل إنجاب إيش لازم يكون منظورهم وإيش يخططوا بنحكي على الزواج الناجح إحنا حتى ينجح الزواج ويكون متفوق عليهم التخطيط في مرحلة ما قبل الإنجاب لما يلي في هذه المرحلة على الزوجين التفاهم بواقعية وأنهم يضعوا روتين وآلية للتعامل في حياتهم الزوجية بناء على إيش؟ على شيء واقعي على كل على خصوصيات الإديوسينكريزز rather than on the idealized view يعني على على صفات عائلتهم اللي كونوها الواقعية وما يخصها من صفات وليس على اللي هو الايديالايز فيو كل واحد يعمل حاله مثالي وعامل حاله انه هو مثلا روميو وهي جولييت لا بده يكون شيء واقعي في في تاسيس الحياه وفي وصف علاقتهم واللي هي الفتره هذه اللي بكون فيها انفاتيويشن <applause> اللي هي بكونوا يعني كل واحد مبهور بالتاني وعنده عشق وحب واعجاب شديد فيه لازم يكون في هذه المرحلة انهم يخططوا حتى تنجح حياتهم وهذا ليش بنحكي كله عشان بكرة ما تشتغلوا وتفهموا للناس بده يكون يحط في حياته روتين وآلية معينة بناء على تقييم واقعي وليس خيالي انه بدنا نشوف ايش في الافلام التركيه بصير والمسلسلات التركيه ونصير نمثل زي لا انت حياتك هيك تجوزت هذه الانسانه وبناء على واقعها واقعك وبناء على نقاط القوه والضعف عندك وعندها بدك تشوف ايش هي عندها فيها نقاط قوه وايش نقاط ضعف وتساندوا بعض وكل واحد بده يتعرف على خصوصيات الاخر وايش ايش ايش بريحه وايش يعني ولازم يكونوا جنبا الى جنب للمحاربه معا في خضم الحياه وهذا افضل طبعا من التصنع وتصنع المثاليه وادعاء انه لا احنا يعني تمثيل على الاخر وافضل من البعد عن الواقع وهذا بيكون قواعد لا علاقه مستقبليه متينه إذا هم اشتغلوا على هذا الأساس طيب خلينا يمكن عشان توضح لكم شوية نحكي مثال أنا بحب أحكي مثال لأنه مرات لما بنخش في العلم في بيسرح في بتوه في بركزش خلينا ناخذ مثال ايش المعني في يعني على هذه الشريحة أول ما يتزوجوا التنين نتخذ مثال الناحية المالية خليني أضرب مثال في شهر العسل وقبل الإنجاب معروف الزوج بكون يصرف على زوجته وما يبخلش وبعدين طبعا الزيارات الزوجين سواء اهل العريس او اهل العروس هذا مثال اه بيجوا فبتجيب مكسرات بتجيب كولا بتجيب اشياء ولكن آه ممكن انه كمان هم يستقبلوا هدايا ياخذوا هدايا او هم يصيروا يردوا زيارات بهدايا بده يزور اما بروح محمل هديتين ثلاثة أو كذا أو هي بدها تروح لحماتها بتجيب لها إشي هذا الإشي لا يناسب واقعهم نفترض إنه في المثال هذا اللي أخذت الناحية المالية أسهبوا صرفوا ولم يراعوا التخطيط الواقعي إنه إمكانياتنا لا تسمح بأن نستمر في هذا العطاء وهذه الأسلوب الحياة تاع الناس اللي هم عندهم دخل كبير ايش حيحدث اذا هم كانوا متفهمين ومتفاهمين بينهم انه هذا الشيء احنا بنطبقه بتجيب لحماتي هدية خاتم ذهب عشان انا في اولها بس بعد هيك لازم نقنن ومش دايما همشي على هذا الاسلوب او هي جابت لامه هدية او استقبلت سلفها وحماها بطريقة مثلا يعني كانت مكلفة المرة لازم يخططوا كويس ويعرف انه هذا الشيء مش لازم يدوم لانه هو يعني منبع لكل المشاكل اه ليش كنت انت لما تيجي امي بتحكي له مثلا مع زوجته اول مرة كنت انت تجيب دجاج ورز جاهز وهاليت بتحكي لي انه خليها تاكل عدس من الدار اذا لم يكن نظرة واقعية سيتضرر الطرفين وهذا المثال لي وضح الشريعه هذه وكيف يجب ان يعتمد الزوجين في بدايه حياتهم بدي اضرب مثال اخر قضيه حقيقيه انا شفتها في المحاكم قضيه طلاق وكان سببها انه اللي هي الموجود امام كل ايديالايزد فيو والميوتوال بروجيكشنز اللي هي ايش ادعاء المثاليه في بدايه الزواج ثم لا يعجب منظر الواحد او تبدأ اللي هي الميوتور بروجكشنز كل واحد على الثاني مشاكل وبعلق على شماعته هو اللي عمل كده شفت قضيه حقيقيه انا طبيبه تزوجها شخص ريفي وهي كانت من مدينه غزه دون ذكر اسماء فهو كان يباهي اسرته فرحان انه متزوج طبيبه فكان يعمل لها ايش يقوم بالاعمال المنزليه في السر بدلا عنها لكن هو في نفسه ايش هنا؟ بيدعي الأيديالايزد فيو يعني هو بيدعي المثالية انه يعني بده يوهمها انه انا الشخص الحضاري معك وكل حاجة فكان هو يعمل لها كل حاجة يطبخ يعمل الشاي يكنس البيت يرتب السراير بعد مرور سنة واحدة لكن هو رافض في نفسه بس مبهور فيها في الاول فادعى المثالية بعد سنة واحدة فقط هو ايش عمل؟ بدأ يرفض هذا الدور هي كانت أطلعت أسرتها وخواتها على كل هذا العمل وصارت تفتخر أنه شايفين كيف أنا أخذته يعني نحكي يعني مع احترامي للكل هو فلاح وأنا حضرية ومدنية ولكن شايفين كيف هي في البيت بدأت المشكلة فعليا انه خلاص راح انبهاروا فيها وصار معتبر لازم انت تقومي في البيت رفضت هي وخواتها صاروا مخدين عليه انه ماخذ هذا الرول الدور اللي هو دور إيش؟ الدور العمل في المنزل، فطبعا رفضوا رفضا باتا بدأت إنت تغيرت، لا إنت يتراشق ولا هي البروجكشن يعملوا إسقاط إنت السبب إنت تغيرت، لا مش إنت الأولاني، وصلت الطلاق فعلا بسبب إنه كان يمثل المثالية في الأول ويدعي المثالية ثم عاد إلى طبيعته فنفرت منه وافترقا وتطلقا. أرجو من الله أن تكون وضحت لكم الصورة بهذه الأمثلة والآن سننتقل هذا يقودنا إلى إيش طيب of قبل after marriage طيب بعد الزواج هناك أنواع من الزيجات أو هناك أنواع من الأزواج هنشوفها مع بعض بس قبل ما, ما نشوفها أنا حابب أسألكم سؤال وانتوا تجاوبوا يا أعزائي مين أفضل إنه يبدأ الزوجين حياتهم في اسرتهم الممتدة هل ذلك أفضل أم يبدأوا حياتهم بالعيش منفصلين لوحدهم في شقة لوحده هذا السؤال الكم يعني الأفضل إنهم يبدوا داخل اسره الزوج ويتعرفوا على طباع الاسره وعادات الاسره وتقاليد الاسره ام الافضل ان يعيشوا من بدايه حياتهم في منفصلين وبعيدا عن اسره الزوج واسره الزوجه من سينجح اكثر فيهم هذا هو السؤال المطروح لكم اريدكم ان تناقشوه وتبحثوا عنه وقد سنناقشه إن شاء الله في محاضرة الزوم مع بعض أعزائي الطلبة والطالبات الأعزاء إن وفقت لتوصيل المعلومة إليكم فذلك فضل من الله ربي وإن أخطأت فذلك مني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن الاستماع وحسن المتابعة وأرجو منكم أن تحضروا المحاضرات وتكونوا موفقين وأرجو لكم النجاح الباهر بإذن الله وأسعدكم الله أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.